إحياء علوم الدين كتاب قسمه الرجل إلى أربع أقسام: العبادات والمعاملات والمنجيات والمهلكات. المهلكات والمنجيات. إيه الفكرة؟ الفكرة أنه لابد حتى تصحح طريقك مع الله أن تصنع إناء أن تأخذ به فضل ربنا ورحمته، وهذا الإناء هو العبادة والمعاملة. العبادة مع الله، الصلاة، الصيام، الوضوء، الكفارات، كذا إلى آخره، والتاني المعاملات مع الخلق على مقتضى كلام ربنا سبحانه وتعالى. القسم الثاني بقى ربعين، ربع المهلكات عايزينها تخلية، ربع المنجيات عايزين تحلية. يعني نتخلى عن هذه الصفات، نتخلى عن القبيح ونحلي قلوبنا بالصحيح. جميل، ما شاء الله. التخلية والتحلية، لأنه هو ده اللي هيؤدي إلى جلاء القلب. جلاء القلب يعني يبقى عامل زي المراية تعكس الأنوار، يبقى عامل زي كده إيه، حاجة مجلية، الفضة المجلية كده، فبتلمع. المراية لما بتتعمل كده بالورق الجرايد، حاجة زي الإزاز كده، زي البلور. فده هيؤدي إلى أن الإنسان يصبح عبدا ربانيا. عبدي أطعني، تكن عبدا ربانيا، تقل للشيء كن فيكون، بمعنى الدعاء. يا رب يجي مستجيب له على طول. الله، ده ربنا بيدلعه بقى. أيوة، لأنه القلوب العباد الصالحين هي آنية لله في الأرض. قلوب العباد الصالحين. ولذلك الإمام الغزالي مبدع في كل حاجة، مبدع في كتابه المستصفى في الأصول، ومبدع في رده على الفلاسفة، ومبدع في إنشائه لهذا الكتاب الماتع إحياء علوم الدين.